ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى وأجمل مشاهدين في الدنيا وأحلى متابعين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ازيكم يا حبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الكولوريكس الألوان في البيت. زي ما أنتم فاكرين يا حبايب قلبي، كنا إحنا عملنا مع بعض على القناة قبل كده طريقة الكولوريكس الألوان، بس كانت سهلة جدا. ورجعنا تاني عملنا طريقة تانية من النشا، برضو كانت سهلة جدا. ورجعنا تاني مع بعض عملنا صابونة الكولوريكس، وكانت صابونة في منتهى الجمال. النهاردة هنعمل بمكون واحد بس الكولوريكس الألوان، وهتشيلي أي بقعة هدوم. زي ما قلتلك قبل كده، أنا بحب الكولوريكس لأن بحسه أصلا أحسن من الفانش، ومش واخد سمعة الصراحة زي الفانش. ده يا حبيبة قلبي الصابون اللي هو بتاع الكلور الالوان، اللي هو الكلوريكس اللي احنا كنا عاملينه من يومين بالظبط على القناه. زي ما انت شايفه اتصلب وبقى منتهى الامر. تمام، بس انا مش هستعمله دلوقتي، لان زي ما انت عارفه لما بتعملي صابون لازم بتركنيه الاول فتره عندك، اسبوعين او حاجه على ما تستخدميه. انا كان عندي واحد بقاله بشهر كده عاملاه، فخدت منه واحده من نفس برضو الحجم ده كده وبشرتها. ماشي يا حبيبه قلبي، خدتها بشرتها، وده هنا معايا لتر ميه مغليه، لتر ميه مغليه هحط فيه البشر بتاع الصابونه. طيب هترد عليا دلوقتي واحده من اخواتي، هتقول لي طب يا رشا احنا ما عملناش الصابون بتاع الكلوريكس هنعمل ايه؟ هقول لك يا روح قلبي، لو انت ما عملتيش صابون الكلوريكس هتعملي برضو ازاي احلى كلوريكس دلوقتي. هجيب هنا بشر الصابونه اهوت، وهحطه هنا في الميه السخنه، وهديله تقليبه حلوه. لاني طب انا ليه مثلا لو انا عملت صابونه ليه اعمل كلوريكس كده هو بالمنظر ده؟ في ناس كتير جدا مش بتعرف تستخدم الصابونه، او بتكسل تستخدم الصابونه، او مش بتحب تحط الصابون في الغساله. لما يكون في شكل سائل جل كده بتاخده وبتتعامل وبتحطه في قلب الدرج وبتتعامل بيه افضل طبعا الف مره من الصابونه. فانا دلوقتي جبت الصابونه اهي بتاعت الكلوريكس، بشرتها وحطيتها في المنظر ده في الميه السخنه. كل طبعا حبايبي اللي متابعيني عارفين ان انا هاخدها يعني اخليها تدوب خالص، وبعد كده هرجع لكم واقول لكم هنعمل ايه. ورجعنا لكم تاني حبايب قلبي، كان المفروض ان انا اسيبه ساعتين، للاسف سبته ونمت بقى، وانا اصلا مش بنام فنمت حبه حلوين، صحيت لقيته منتهى القمر. بصي بقى كده، شايفه الجمال؟ بذمتك حد شاف قمر كده زي كده قبل كده؟ يا جماله يا حلاوته يا طعمته. بصي بقى، طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنضيف المية يا حبيبة قلبي، هنضيف وهنقلب. هقلب بالمضرب بقى علشان ايه اعرف اظبط الاداء. كده انا مش هضيف مكونات تاني على النص الاولاني اللي هو بتاع ايه، لو انت عندك صابونة كلوريكس. طيب الناس بقى اللي ما عندهاش صابونه كلوريكس ولسه ما عملتهاش هتعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي يا روح قلبي، هنضيف ميه تاني. بص، من صابونه واحده هتحط عليها قد ايه؟ هتعبيه في ازايزك وتروحي حطاه مستعملاه زي برسيل جل كده، تاخدي منه نص غطا غطا مع كل غسله بتغسليها. تمام، اخلص دوت واقول لك هنعمل ايه لو احنا ما كناش عملنا الصابونه الاموره بتاعه الكلوريكس لو انتوا فاكرينها. لو انت فاكره يا نور عيني، لما عملنا الصابونه حطينا عليها الكلوريكس السائل، وحطينا الكلوريكس البودر، وحطينا كربونات، وحطينا ملح ليمون، وحطينا كل الحاجات القمر بتاعه التنظيف. تمام، كده النص الاولاني خلص للناس اللي عندها الصابونه. تمام، وهحط بس شويه لون ندلع المسائل.
مش عايزه تحطي لون او ما عندكيش لون مش مهم، بس احنا ايه عايزين ندلع شكل. هحط شويه لون كمان. عايزه اقول لك يا حبيبه قلبي، لما تيجي تعملي منظفات مش اي الوان بتتجاب من بتاع المنظفات، وخصوصا لما تيجي تعملي الحاجات اللي داخل فيها بطاطس، هاتي او حاجه اللي فيها داخل فيها كلور، لان البطاطس والكلور بيهربوا الالوان زي ما انت طبعا عارفه. طب اشتغلي يا رشا بالوان ايه؟ اشتغلي بالوان مايكا. يعني انت تروح لبتاع المنظفات تقول له لو سمحت انا عاوزه الوان مايكا، هيديها لك. دي بتفضل ثابته مع البطاطس، ثابته مع الكلور، بالنسبه للناس اللي هي بتعمل مشاريع من البيت اصلا، عشان بعد كده اللون ما يهربش منك فتقولي الحاجة لونها راح فين. تمام كده يا قلبي عشان ما اطولش عليكي. طيب دلوقتي انا يا رشا ما عملتش الصابونة ديت، اعمل ايه؟ هتجيبي يا حبيبة قلبي صابونة بلدي عادية خالص، من اللي هي بتتباع عند بتاع المنظفات ب3 جنيه ديت، اي صابونه بلدي. او كده كده هتلاقي طريقتها على القناه عاملينها من بواقي الزيت المستعمل، مفيش اسهل منها. هروح جايبه الصابونه البلدي، هروح بشراها واحطها برده في ميه سخنه زي ما انا عملت كده، تمام؟ هيطلع لك سائل جل زي ما انا وريتك، تمام؟ هحط عليها بقى شويه من الكلوريكس دوت، وهحط شويه من الكلوريكس الباودر برده، وهحط معلقه كربوناتو ومعلقتين كربوناتو، وهحط معلقه من ملح الليمون. يبقى انا كده نفس اللي انا عملته حالا ده وشويه لون، نفس اللي انا عملته حالا ده انت عملتيه بطريقه ثانيه سهله. يبقى لا اما من مكون واحد الصابونه هنبشرها وخلاص على كده خلصت، ولون خلصت اهي، لا اما اجيب صابونه بلدي واحط عليها نفس اللي انا حطيته بقى كده، الكلوريكس مع الكلوريكس الباودر مع زي ما قلت لك كربونات وملح ليمون، وكده هيبقى قشطه جدا. بص بقى يا روح قلبي قوامه عامل ازاي، ثانيه واحده. بصي مش عارفه باين قدامكم ولا لا، اهو منتهى القمر، مفيش احسن ولا اسهل من كده. عبي بقى في ازايز وعبي في اكياس وعينيه، كلوريكس بتاع بره والله العظيم واحلى من بره كمان اهو. وصفه سهله ومفيش اسهل من كده. عايزه تعملي صابونه الكلوريكس وتشتغلي بيها زي كده قشطه، عايزه تجيبي صابونه بلدي وتنجزي وقتك قشطه برده. ايه رايكم استاذه ورئيس القسم؟ سقفولي يا جماعه، سقفولي يا جماعه والنبي. خلاص كده يا حبيبه قلبي، انتظرينا بقى بباقي وصفاتنا الجباره، وما تنسيش تشتركي في قناه وصفه وتركيبه عشان تشوفي برضو باقي وصفاتنا الجباره. واختمي الحلقه يا نور عيني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.